وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري. أهلا وسهلا بك سيد نبيل. أهلا وسهلا بكم. الأمم المتحدة تقول إن ميليشيات الحوثي تعيق عمل المنظمات الإنسانية في البلاد، لماذا لا تتخذ إجراءات ما بشأن هذه المنظمات أو الميليشيات؟ طبعا مثل هذه المنظمات هي تشتغل منذ اللحظات الأولى على مخترقة من قبل لوبي فساد ولوبي طائفي، ساهمت بشكل كبير في استدامة المعركة أو الحرب في اليمن والتغطية على ميليشيات الحوثي. وبالتالي أنا باعتقادي أيضا اليوم هناك خلل أيضا في الجهاز الإداري للدولة اليمنية، وهي مرتبكة ومختطف قرارها السياسي بالأصح، يعني لا تستطيع أن تتخذ قرارات دون العودة إلى التحالف وإلى المملكة. كل هذا يعمل على إعاقة عمل الحكومة ومواجهة مثل هذه الاختلالات الموجودة. طيب سيد نبيل، مارتن جريفيث يقول إن إنهاء أزمة اليمن ملح أكثر من أي وقت مضى، وهذا التصريح ربما تكرر كثيرا خلال الفترات الماضية، أصبح الآن ملحا وكان قبل فترة كبيرة ملحا وسيكون ملحا في المستقبل، متى تنتهي هذه الأزمة؟ جريفيث أنا باعتقادي هو من أهم الكوارث التي حلت في القضية اليمنية. جريفيث كان سببا رئيسيا في استمرار في استطالة أمد هذه الحرب، وتحول إلى تاجر شنطة دبلوماسية ويتاجر حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الرجل يشتغل على كل المسارات ويتقاضى أموال طائلة كمبعوث أممي وكسمسار لدى كثير من المنظمات الدولية التي تشتغل بمليارات الدولارات في الحالة اليمنية. وبالتالي أنا باعتقادي مثل هذا الكلام الذي يصدر من جريفيث لا يسمن ولا يغني من جوع، هي مجرد أحاديث صحفية لتحصيل حاصل فيما يتعلق باستدامة وجوده وحضوره الإعلامي والسياسي في المشهد. نعم، لكن في مسألة استيلاء ميليشيات الحوثي على هذه المساعدات التي تأتي، هل معقول أن تقوم بذلك على الرغم مما تراه من معاناة الشعب اليمني، معاناة إنسانية كبيرة؟ يا سيدي، هناك تجارة وهناك استثمار لمثل هذا الملف بكثير من الانتهازية من قبل هذه المنظمات ومن قبل أيضا حتى المسؤولين الأمميين في اليمن، وبالتالي هم في اليمن ليسوا لحل الأزمة اليمنية بقدر ما يعملون على استدامة وإدارة هذه الأزمة حتى تدر لهم مزيدا من الأموال الطائلة التي وصلت إلى مليارات الدولارات، هم ما يقارب أكثر من 20 مليار دولار تم إنفاقها خلال 5 سنوات، لكن لا أحد يدري أين تذهب هذه الأموال. هناك علامة فساد كبيرة ومخزية لدرجة أن تصل يا رجل فاتورة الانترنت لحدى المنظمات إلى 10 مليون دولار، يعني نعم، وتصل قيمة تذاكر الطيران لموظفي هذه المنظمات إلى أكثر من 20 مليون دولار. نحن أمام فساد مهول ومهول جدا في الحال اليمني. وصلت الفكرة سيد نبيل البكيري الكاتب السياسي اليمني من إسطنبول، شكرا لك.